Sai che Mariana? Alhamdulillah. E la che per Suez? Cosa ti è piaciuto in Suez? Perché sincero come uomo. Vale la pena sposare. بتعشقه وبتحبه وما تجوزهاش علشان الجنسية الإيطالية واثقة فيه وإنه عمره ما هيخونها ولا يتجوز عليها مصرية. قصة حب السويسي وماريانا قلب السوشيال ميديا، يا ترى مين هي وإزاي يتعرفوا على بعض، وهل فعلا أكبر منه ب 11 سنة؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. اللي خلاني أحبه إنه راجل صريح ومش كذاب، واللي في قلبه على لسانه وما عندوش فكرة الزوجة التانية زي الرجال المصريين، وكفاية جدعنته ورجولته. كلامنا هنا عن زوجة السويسي واسمها ماريانا، بس هو بيدلعها وبيقول لها بهانة، بتعشقه ومتجوزين بقالهم سنين وسنين، وتعرفوا على بعض في محل الخضار والفاكهة بتاعه في إيطاليا. كانت ماريانا بتشتري من عنده خضار فلفتت نظره وحبها من أول نظرة، وعوضته عن سنين الشقة والتعب اللي شافها في إيطاليا، وقال في حقها كلام حلو كتير زي إنها ست بمية راجل وتستاهل كل حاجة حلوة في الدنيا وتعيش أحسن عيشة، وإنه مش شايف غيرها في الدنيا دي كلها، والست الجدعة هي سندك وظهرك في الدنيا. السويسي متجوز ماريانا عن حب مش علشان الجنسية الإيطالية زي ما ناس كتير فاكرة، والدليل على كده إنه مكمل حياته معاها وبقالهم سنين وما فكرش يغير الباسبور المصري الأخضر، رغم إن بنته معاها الجنسية. وطلعت ماريانا في برنامج مذيع المغتربين في إيطاليا وسألوها إيه أكتر حاجة بتحبيها فيه، قالت ليهم وهي عينيها بتلمع راجل صريح، وأحلى حاجة فيه إنه ما عندوش فكرة إنه تجوز إيطالية علشان أخد الجنسية واروح مصر أتجوز واحدة من نفس عاداتهم وتقاليدهم. وقالت كمان إنها واثقة فيه زي ما هو واثق فيها، ولو اتجوز مصرية هتعرف أكيد. وشكرت في أخلاق وأدب السويسي وإن عمره ما بص برا، واللي ما تعرفوش إن رغم فرق السن ما بينهم واللي وصل ل 11 سنة، فهم في بينهم تفاهم وبيعاملها على إنها بنته ومكانته وكل حياته. السويسي وماريانا اتجوزوا وهو عنده 24 سنة وهي 35 سنة، وعندهم 3 عيال، وهو كان خارج من علاقة فاشلة ومفركش خطوبته ولقى فيها سند والظهر من بعد ربنا. ومش بس كده، دي دخلت في الإسلام علشانه وبنته مسلمة، وطلع في لايف وهي بتقول الشهادة قدام شيخ هناك في إيطاليا. ماريانا ست جدعة وبتشتغل وبتشقى مع السويسي علشان تحافظ على جوزها وتقدر على مصاريف البيت والعيال، ومفيش فرق بينهم خالص، ومتجوزين بقالهم 5 سنين وعايشين مع بعض على الحلوة والمرة. ورغم ان تعليقات الناس على السويسي رخمة، الا ان ماريانا اوقات بتتجاهل واوقات بتطلع وترد، واكتر حاجة بيرخموا عليها بانهم هيتجوز عليها، لكن هي بترد عليهم وتقول لهم انا واثقة فيه ومش هيتجوز عليا. وقصة الحب دي اثمرت عن احلى بنوتة واسمها جاسمين، ودخلت الاسلام وبتعشق باباها ومامتها. وفي فيديو السويسي طلع وقال إن مراته وقفت معاه كتير، لدرجة إنه قال مراتي ماريانا كانت قمر، وبعد ما اتجوزنا هي قمر لسه، بس هي شقيت معايا كتير وشكلها وملامحها اتغيرت، وعلشان كده هو شايف إنها المية والهوى بالنسبة له. مسمي مراته بهانة على سبيل الهزار والضحك. والسويسي بيعتبر من أشهر التيك توكرز الشقيانين على التيك توك، وناس كتير بتحبه وعنده أكتر من 4 ملايين، وفيديوهاته بتعدي 10 مليون متابع. وتعب في حياته وشقي، وكان فاتح محل خضار وفاكهة في إيطاليا، بس حصلت مشاكل مع الشركاء وبعدها سابها وبقى شغال باليومية في المعمار، والدنيا ماشية معاه واحدة واحدة، والحياة مقسومة نصين بينه وبين حب حياته اللي واقفة معاه خطوة بخطوة. يا ترى بتعجبك قصة حب السويسي وماريانا ولا لأ؟